بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل وزارة الداخلية معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف وإحباط مخططاتها الإرهابية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط إحدى الخلايا الكامنة بنطاق محافظة دمياط، سبق لعناصرها السفر لدولة سوريا والانخراط بصفوف الجماعات الإرهابية وعودتهم للبلاد انتظارا لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. اعترفوا بسابقة مغادرتهم للبلاد لدولة تركيا وتسللهم منها لدولة سوريا والانضمام لإحدى المعسكرات الإرهابية وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية. أنا معسكر كتيبة خطاب اللي اتدربنا فيها هناك التدريب لمدة شهر تقريبا، تدريب بدني وتدريب تكتيكي وتدريب على السلاح، وشاركنا في عدة عمليات عسكرية هناك، منهم عملية في معارة الأرطيق، وما قدرش لها النجاح وانسحبنا تاني، ورجعنا رحنا قعدنا فترة في المعسكر من أول وجديد تاني، وبعدها حصلت مشاكل في أطمة، فروحنا أنا ومحمد أخويا هناك. دي كانت المعركة الأخيرة لأن محمد أخويا اتصاب فيها. المعركة كانت مع مين؟ المعركة كانت مع الأكراد، وفي المعركة دي يعني إيه، حصلت هدنة بينا وبين بعض، ويعني إحنا انسحبنا والأكراد انسحبهم كله، إيه، رجع للمواقع اللي قبل كده. المعركة الأولى كانت مع مين؟ المعركة الأولى كانت مع الجيش النظامي السوري. أسفرت عن إيه؟ أسفرت عن إن إحنا انسحبنا تاني، ما قدرناش نتقدم عليه. أول عملية مع خطاب المصري ذهبت معه للهجوم على عمارتين كان فيهم حزب الله، وكان دوري تأمين خطاب المصري هو ابن أبو خباب. تاني عملية واللي متمتش اللي كانت في معامل الدفاع، والمفروض كان هيشارك فيها خطاب المصري والدولة الإسلامية، ولكن حصل خلاف بين خطاب المصري والدولة الإسلامية ومتمتش عملية. وسلمني المعسكر تجهيزي تابع لكتيبة اسمها خطاب المصري. الكتيبة دي تابعة لتنظيم دولة العراق، دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي حاليا اسمها داعش. كان المسؤول اللي هناك في المعسكر ده تبع للدولة كان اسمه أبو حمزة الأذربيجاني من دولة أذربيجان، وكان المسؤول التثقيفي اللي بيدينا الدروس الدينية وكده، بيقول لنا الحياة الفكرية بتاعتنا، كان اسمه أبو حمزة السيناوي من محافظة سينا. وكان في عندنا دورة تدريبية لمدة 3 أيام مكثفة، كان بيدينا واحد اسمه أبو يعقوب الجزراوي، الدورة دي لفك السلاح وتركيبه، وكان في دورة تانية لمدة 5 أيام دي على حرب المدن التكتيكية وطلوع الجبل ونزوله واستخدام السلاح. بعد كده اشتركت في عمليتين، كان عملية منهم كانت المنفذ ليها كتيبة الشاشنيين، وكنت أنا الكتيبة بتاعتنا كانت مساندة، جابوا لي مدفع وحطوه، وجا واحد المدفع دخل محل الصنع اللي مصنع المدفع قال لي ازاي استخدمه. لما جيت استخدمه معرفش استخدمه، ففرقع في الفتيل بتاعه، فرقع في وشه واصابني بحروق في وشي، ونزلت ما كملتش معاهم في العملية دي. تاني عملية كان فيها عملية استشهادية، واحد اسمه أبو ريان الجزراوي دخل بعربية فيها متفجرات انفجرت وقتل تقريبا 100 واحد من الجيش النظامي. كان في 3 كتايب مشتركة في العملية دي، كتيبة جيش محمد وكتيبة من الجيش الحر اسمها نور الدين زنكي، الكتيبة بتاعتنا اللي هي كتيبة خطاب المصري. بعد 3 ساعات تقريبا من الالتحام مع العدو، مع الجيش النظامي السوري يعني، جيش محمد كتبته انسحبت، ولما هو انسحب احنا انسحبنا احنا كمان. الكتيبة بتاعتي بعد لما انا رجعت بفترة انفصلت عن داعش وانضمت لجبهة النصرة اللي هي تابعة للقاعدة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني، الأمن العام والأمن المركزي بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة والشرقية من ضبط 4 خلايا إرهابية ضمت 34 عنصرا وبحوزتهم عبوات ناسفة، أسلحة نارية وبيضات
كميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، كميات كبيرة من المواد الكيميائية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، زجاجات مولوتوف معدل للاستخدام وألعاب نارية، أجهزة لاسلكي، أجهزة كمبيوتر، كاميرات تصوير، عدد كبير من الهواتف المحمولة، متورطين في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ومنها ما يلي: إلقاء عبوات متفجرة بمحيط قسم شرطة ثاني الإسماعيلية وبفناء مدرسة السلام الإعدادية بنات، وإدرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، ومشاركتهم في التعدي على بعض المنشآت الهامة وإحداث شغب وقطع الطريق بمحافظة الإسماعيلية. رحنا خدنا منه كيسة. خدتها من مين؟ من عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله رمضان. عبد الله رمضان. اه. خدت منه ايه؟ كيسة. الكيسة دي هترميها من المكان الفلاني اللي هو كذا 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 زي ما شرحت لحضرتك. هرميها جنب الاسم، من فوق سور المبني دوت هرميها، فهي تعمل صوت، هي كومبليت صوت، هتروح عامل ايه؟ صوت، فبس ايه؟ تعمل شوشره في المكان بس. ترميها على اسم تاني. اه. تمام. فاخدت كامل، كلمت مازن وعبد الرحمن ايه؟ تيتو. تمام. ادوركم كان ايه؟ كان كل واحد واقف على جنبه، ده واقف على جنب مازن وعبد الرحمن، وكان مستنيين ابنك. انا رميت بتاع اللي بتعمل الصوت، وراح ايه؟ وراح كامل واخدنا على المكنه ونزله عند سوق الكمبيوتر، وانا مش هو وصلنا عشان اروح. فعملتها واديتها لطه، وطه اداها للناس هم اتنين بس انا ما اعرفهمش، لان انا ما طلبت من طه ان حد يعرفني. فطه اداها للناس، والناس دول عرفت بعد كده ان هم راحوا رموها في ظهر اسم تاني عند العربيات. كان فيه في الحكر بوكس معدي، وهم حسن والناس اللي معاه ضربوه، وراح مازن ما حصلش فيه حاجه، راح مازن جايب قلب طوب وضرب وش بتاع البوكس. ثلاث انواع مسيرات: طلاب ضد الانقلاب، وتحالف قوى الشبابية اللي هي بتبقى فراشات، وحاجة اسمها عوض بتبقى الساعة 1 بالليل كده اهو، وثالث حاجة اللي هو التحالف اللي هي بتبقى بتاع التحالف الكبار. أنا طبعا ظلمت نفسي معاهم وظلمت أهلي وضيعت مستقبلي بيدي بسبب الموضوع ده، لأنهم ضحكوا عليا جدا، لأنهم كل واحد فيهم قاعد في بيتهم مرتاح، قاعد في تكييف، احنا بننام على البلاط. استهداف البنية التحتية بمحافظة الشرقية من أبراج كهرباء ضغط عالي وأبراج شبكات المحمول وخطوط التليفونات الأرضية وشبكات المياه الرئيسية، استهداف عدد من سيارات الشرطة وسيارات توزيع الصحف، إعداد وزرع العبوات الناسفة بمبنى الإدارة التعليمية ومحطة السكة الحديد بمنيا القمح. حضرت دورتين لتصنيع العبوات المتفجرة، صنعنا بعد كده ال 14 عبوة، وكل العبوات كنا بنشغلها بسلك أو تايمر غسالة، والعبوات دي اللي تنفذ بيها كل العمليات اللي حصلت في مركز من القمح، زي عبوة تحت ماسورة مية معدية كوبري بجوار نادي المعلمين، وعبوة تحت قطر بضاعة، وعبوة تحت أتوبيس شرق الدلتا، وعبوة استهدفت بوكس، وعبوة جنب الكمين شرب الزيت. وقمنا بتولية شبكة اتصالات بقرية ميس هيل، وبعد كده قمنا بتولية بوكس تلفونات في عزبة مرعي بقرية السعديين، وقمنا بضرب خرطوش في الوحدة المحلية، وتم ضرب الغفر، وتم إصابة واحد منهم. استهداف عدد من سيارات الشرطة ومحولات الكهرباء وخطوط السكة الحديد بسوهاج، إدرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مجندين. جاله تليفون وقال له إن إنهم بدأوا يتحركوا، وهو اول ما عرف انهم بدا على العربيات بتاعه الكمين، وقال لي ابدا لف وارجع تاني على الكوبري الدولي، وانا راجع على الكوبري الدولي قال لي اطلع من اتجاه المحموديه واركن في نص الطريق. طلعت على اتجاه المحموديه وركنت في نص الطريق، قال لي انزل افتح الشنطه وهتطلع لنا الحاجه. نزلت طلعت الثلاث كياس اللي كان فيهم مولوتوف وحطيتهم لهم على الارض، وقال لي الكيس ده اللي فيه المسامير، اخذت انا الكيس وبدرته على الارض ورا العربية.
وهم كل اثنين اخذوا مجموعة من الكاس وراحوا بها على الجوانب بتاعة الطريق. انا دورت العربية وفضلت مستني فيها لغاية ما هم الدنيا ولعت، جم ركبوا العربية وقال لي اجري بيها. من ناحية اخرى، تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الدقهلية من ضبط استاذ مساعد بكلية الطب جامعة المنصورة وعدد من طلاب الجامعة المنتمين لتنظيم الاخوان الارهابي لقيامهم بعمل عنف وشغب داخل الجامعة وإتلاف واجهة المبنى الإداري لها. وتؤكد وزارة الداخلية للشعب المصري أنها ماضية بإيمان لا يتزعزع وجهد لا يتوقف في تنفيذ استراتيجيات أمنية شاملة لاقتلاع هذا الإرهاب الغاشم من جذوره، حيث لا تزال هناك أياد عابسة تتربص بمقدرات الشعب وتستهدف استقرار البلاد. فكونوا على حذر دون خوف، فرجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على بتر تلك الأيادي. وتذكروا أن مصر تحارب الإرهاب، وبعون الله سننتصر.